نروح بعد كده لدوري آخر، دوري الخليج العربي، ورابطة المحترفين لكرة القدم شددت على ضرورة الالتزام بالمبادئ العمل البروتوكول الصحي الخاص بمباريات الموسم الجديد المقرر أن ينطلق في 3 سبتمبر المقبل. قالت أنها ألزمت المشاركين في مباريات دوري الخليج العربي إظهار ما يفيد بسلبية نتيجة فحص كوفيد-19 شريطة ألا تتجاوز صلاحيته أسبوع واحد كحد أقصى من يوم المباراة، ويتضمن أصلا ويضم أيضا الشروط الصحية الخاصة إلزام المشاركين بالمباريات إظهار هنا ما يفيد بسلبية فحص كورونا وارتداء الكمامات الطبية للمدربين واللاعبين البدلاء والإداريين، واستثناء طبعا اللاعبين داخل المستطيل والمشاركين في الإحماء من ارتداء الكمامة. أيضا عدم السماح بدخول أي شخص اتصل درجة حرارته ل 37.5 درجة مئوية أو أعلى، والتجديد أيضا على التنظيف والتعقيم المستمر للاستادات والحفاظ على مسافة مترين بين الجالسين على مقاعد البدلاء والغاء وجود الأطفال المرافقين للفريقين. تالي احنا قاعدين كده مش مسافة سليمة. لا لا ازاي، لا زي الفل زي الفل. على فكره برضو فيما يتعلق السوشيال ديستانس مش مظبوط يا كريم. لا بس ماشي حالها ماشي حالها خلاص، ما انت لو عيت انا اكيد هبقى عيت بعد الشر عليك.